عاملين ايه؟ هلو هلو everyone، يا رب تكونوا تمام. قراءة برج العقرب شهر يونيو 21. برج العقرب بالنسبة للناس اللي لسه ما حصلش عندهم زواج، the impress كانت الزواج، اللي منتظرين حمل ان شاء الله، شايفة حمل عموما. وبالنسبة للرجالة أبوة كمان وآباء، لو كل ده حاصل عند برج العقرب، فالعقرب حاسس بكم طاقة. هو ده الأمومة، إنه يعني لو هو مش أم لسه، فهي بتراعي حد بشكل كأنها أم، والأب ده لسه مش أب بيراعي حد كأنه أب أبوه فعلا. حب غير مشروط وملوش نهاية، يعني هو غير مشروط وملوش نهاية، إلا إذا كان زي ما قلنا زواج أو مولود بيجي عند برج العقرب. إن شاء الله حاجة في منتهى جمال الدنيا. كارت في حالة يعني مش عارفة، حاجة فيها غريزية بحتة يعني، وحاجة طبيعية جدا، so natural، وحاجة في منتهى الجمال. كويس، خلينا نقول يمكن ترتب على الموضوع ده للناس اللي بتتم زواجها مثلا، انه بيعدوا من مرحلة كانت شائكة، كان فيها تقلبات كتيرة جدا وصعوبات كتيرة جدا، لما كان اكثر استقرار واكثر هدوء واطمئنان. تمام، اما لو كان ممكن حفيد يا ايمان، انه بنطمن خلاص الحمد لله عدينا من حاجة كانت صعبة او حاجة كانت مقلقانا ومخوفانا. بعدين لو هو مولود نفس الحكاية، الحمد لله عدينا، كان مثلا عندنا مشاكل والحمد لله عدت، فترة فيها استقرار الحمد لله وهدوء حلو جدا جدا. اذا كان لا ده ولا ده، فالعقرب لو كانت الفترة اللي فاتت عنده ما فيهاش استقرار كافي، متوتر الان، في موج عالي عمال يعني يتلطش كده رايح جاي، شايف ان هو ابتدى يروح لمكان اكثر هدوء واكثر استقرار، وشايفين هو اللي ممشي المركب، يعني هو كانه واخد عيلته او الناس اللي تخصه بيعدي بيهم لمكان اكثر هدوء واكثر استقرار. الكوبايات عندك يا برج العقرب ما شاء الله، عندنا ايس اوف كابس للناس اللي ما ارتبطوش، دي بدايه جديده في الحب، حاسس يعني ان هو بينجذب لشخص ما، والشخص ما ده لو هي علاقه جديده، انا شايفه ان هو يمكن لسه ما فهمكش قوي، او لسه يعني مش في نفس الليفل اللي انت فيه من الانجذاب، لكن هيوصل كمان شويه هيبتدي يحس ويشوف. بس البدايه ممكن من برج العقرب ان هو بيميل لشخص معين ويبتدي ان هو يكون عايز يقرب له. بالنسبه للناس المرتبطين بالفعل برضو بيحسوا بمشاعر جديده تجاه شريكهم، شايفينه بشكل حلو، بشكل فيه رومانسيه وفيه انسيابيه كده، زي السمك كده عايم في البحر، حاجه فيها انسيابيه كده، العلاقه شكلها ماشيه بشكل انسيابي وطبيعي وحلو جدا. عندنا هنا بيج اوف سوردز، العقرب فيه عنده بدايه جديده في عمله او في حياته العمليه، يمكن يكون في شكل من اشكال التحدي ما عند برج العقرب، وهو مستعد. اهم حته دي انه مستعد. فين؟ مين اللي عايز يتحداني؟ مستعد جدا، جاهز، دماغه حاضره، مركز جدا جدا. طيب خلينا نقول لو برج العقرب فعلا في داخل في حته فيها تحدي شويه في العمل عنده، مش عايزاك يبقى عندك ثقه زايده قوي كده يا برج العقرب، لان شايفه بعد كده ممكن تقول اخ خسرت، ما كسبتش اللي انا كنت عايز اعمله، او ما وصلتش النتيجه اللي انا عايزها. يمكن فشل في حاجه معينه، تمام؟ فالثقه في نفس حلوه، لكن الثقه دي لازم تكون على اساس، ما ينفعش ابقى انا مثلا مش مجهز قوي او مش مجهز بشكل مظبوط وعملي واجي اقول يعني انا ممكن اكسر الدنيا، لا. وبتوحي للي قدامك انك انت قوي قوي قوي، فبيبتدي هو يجهز لك اكتر. فاهمين قصدي؟ لانه حاسس ان هو بيواجه حد او داخل في تحدي او منافسه مع حد جامد جدا، فبالتالي بيستعد لك جامد وانت مش محضر قوي. فلو انت هتبين القوه والثبات ده،
لازم يكون على اساس، تمام؟ علشان نتفادى اوكي الانهزام ده. الثقه قتلتنا. ايوه بالظبط كده. ففي الهادي وبالعكس انا دايما مع العكس، انه لا ما تبينش ان انت جامد وان انت مستعد والحاجات دي. صمت رهيب، ما تبينش للمنافس اللي قدامك انت بتعمل ايه او انت حالتك عامله ازاي. فجوه. تمام؟ تمام. عندنا هنا نايت اوف وانز، اعتقد انه الفشل او الاحباط ده بيأثر على برج العقرب، ان هو عارفين عاصفة الصحراء. هي بقى ثورة كبيرة جدا جدا، بيثور على نفسه، بيثور على الوضع الحالي، وشايف ان هو بياخد الموضوع بشكل ما هو مش بيقبل الهزيمه بسهوله او بشكل طبيعي. العقرب لا ما بيحبش الهزيمه، فشايف ان هو بيثور جامد جدا وبيبتدي بقى ايه يشقلب الدنيا عندك. لو حصل عندك فعلا حته اللي هو الدروب ده، اوف لقد اخفقت، انا في حاجه، في خطا حصل وبالتالي اثر عليا ان انا اتهزمت. بلاش الثوره، بلاش الغضب، انا شايفه هنا في غضب جامد جدا، مش ده اللي هيعالج الموضوع، وانت هتكتشف ده لوحدك. بس خلينا نقول عشان كده كنا بنعمل قراءه، ان احنا نحاول نتفادى او نحاول ان احنا نسبق الحدث بفيديو ثانيه. الغضب مش هيفيد، وهتكتشف ان احسن طريقه انك انت تسيطر على الموقف بهدوءك وحكمتك او حكمتك. تمام؟ لو انت بتتعاملي مع مدير او بتتعاملي مع مدير مثلا وهو ساير مثلا بسبب الخطا او الهزيمه اللي حصلت دي، حلك مش ان انت تهب في وشه وترمي مثلا او تديله اي اعذار. نو no. انا عايزك تكون قد المسؤوليه اوكي، وتحاول تمتص الغضب الشخص اللي قدامك ده، سواء كان مديرك، ابوك، امك، حد يعني انت يعني يهمه النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي. فتبتدي تتعامل الموضوع بحكمه، وتحاول تهديه. الثوره مش هتفيد، بالعكس هتصعب الموضوع اكتر، انك انت تهديه وتقوله تمام انا عارف ان انا مثلا ما كنتش عامل حسابي كفايه في الموقف ده، وانا هشتغل على الموضوع ان انا اصلحه. طبعا انت هتبقى، انا شايفه ان انت مش هتبقى عارف تصلحه ازاي، وهتبقى في حاله حيره شديده جدا، والرؤيه بالنسبه لك مش واضحه، ومش عارف تعمل ايه، ومش عارف تاخد قرار، وحاسس يعني ثقتك في نفسك ممكن تكون ابتدت تتهز شويه. لو انا عملت كده طب يا ترى هيبقى صح ولا لا؟ طب هتأذي ولا لا؟ او في حاجه وحشه هتحصل لي ولا لا؟ هتبتدي تكون الرؤيه عندك ضبابيه. اثبت يا برج العقرب، ما تاخدش قرارات وما تاخدش اكشن خالص، استنى شويه. يعني انا عندي تاخد خطوه متاخره شويه بس صح، احسن ما تاخد خطوه سريعه مش مدروسه وتلاقي نفسك غرقت نفسك اكتر. خد وقتك، هدي الناس اللي متاثرين باللي حصل ده اوكي، هدي نفسك واستنى لحد لما الصوره تتضح، وبعدين هتبتدي تاخد الخطوه الصح. اخر الشهر عندنا ايس اوف كوينز، بمعنى بدايه ماليه جديده. برج العقرب ممكن يكون داخل شغل جديد، بزنس جديد، يمكن دي حاجه تكون هتعوض دي، مش عارفه، بس شايفه بدايه ماليه جديده، حاجه رزق جاي لك انت ما كنتش عامل حسابك عليه. ممكن يكون معرفش بيسموها ايه، مكافآت، ممكن يكون زي ما قلنا بزنس جديد، ممكن يكون ناس ما بتشتغلش فتبتدي تشتغل. المهم شايفه بدايه للحاله الماديه حلوه جدا عند برج العقرب نهايه الشهر ان شاء الله. تمام. العقرب شايفه امور ماشيه حلوه جدا زي ما قلنا، الحمد لله الامور حلوه، الا خطا ممكن يحصل عنده بسبب زياده الثقه بالنفس، وان هو بيوري الناس اللي قدامه ان هو فظيع، ان هو ما حصلش، وهو في الحقيقه ما كانش جاهز كفايه. مش بقول لكم لا، البنية تمام. انا شايفه ان العقرب امور كويسه جدا. هو حالته عامله ازاي؟ هو طبعا
الاحتمال بالعرق والجمائي، فمتقلب المزاج بشكل جامد جدا، ودي طبيعته، دي يعني مش حاجة بالنسبة لشركاء الأعراق ما تنزعجوش منها. هو كده ساعة تلاقيه مبسوط قوي قوي وكتلة طاقة إيجابية، وبعدها بنص ساعة نزل تحت ودخل في حتة تانية خالص. فالمود سوينجز دي شيء طبيعي وأسلوب حياة عند برج العقرب أو الأبراج المائية كلها. فهنا في عندنا حالة تقلب شوية في المزاج، ممكن تكون أكثر حدة الشهر ده عند برج العقرب، متقلب مزاجيا، وممكن ده يكون مؤثر على العلاقة شوية. بحبك وبموت فيك، وشوية أنت مين أصلا، ابعد من وشي السعادة. فهو في حالة يعني حدة شوية في التقلب المزاجي عند برج العقرب تجاه شريكه. طيب الشريك الناحية التانية عنده ذا ستار. ذا ستار بتوحيلي بطاقة حب كبيرة جدا جدا، وطاقة اهتمام وعطاء وحاجة يعني ما فيش بعد كده. والدنيا وذا ستار كمان بتوحيلي بحالة وضوح شديدة جدا، يعني زي ما كنت كشفك انا فاهمك، تمام انا فاهمك وعارفك كويس قوي، وعارف تعمل كده ليه، وعارف تقول كده ليه، كشفك تمام. اوكي العقرب نفسه في ايه؟ The lovers. العلاقة دي لو لسه ما دخلتش في نطاق العلاقة الرسمية او الارتباط، يعني العقرب عايز ده، عايز يكون في ارتباط معاك. لو هي دخلت بالفعل في النطاق ده فهو حابب يكمل كده، هو عايز البارتنرشيب دي، هو مبسوط بيك كشريك. ده انا بتكلم على العقرب. تعالى نتكلم بقى على شريك العقرب الناحية التانية نفسه في ايه. انا شايف ان هو نفسه في بداية جديدة، بداية جديدة. بمعنى زي ما تقولوا ممكن يكون حاسس بشوية ملل، او حاسس انك انت زهقان، حاسس ان العقرب زهقان، فنفسه يعمل جو فيه مرح كده، ان هو مثلا الشمس تروح في مكان تسافروا وتتبسطوا، او ممكن تسافروا خالص تبتدوا تروحوا بيت تاني خالص، وحاجة فيها تجديد تجدد. شريك العقرب عايز تجديد. طيب انت شايف شريكك ازاي برج العقرب؟ وهو ده فعلا فعلا شايفك كاشف كل حاجة، وشخص بيمدك بأفكار، وخلينا نقول اللي هو الملهم بتاعك، بيلهمك الحاجات. اما بتبقى معاه بتحس بالالهام، انه في افكار، انك في حاجات جديده داخله مخك، وطاقات جديده ماشيه حواليك بتتحرك حواليك، فحاجه في منتهى الحلاوه اللي في الدنيا. شريكك يا برج العقرب شايفك ازاي؟ شايفك الساحر، مفيش حاجه مش عندك، كل الحاجات اللي هو عايزها شايفها فيك، القوه، الحب، العقل او الذكاء، والحاله الماديه كمان، الغنى، والغنى مش لازم يكون مادي على فكره، غني بطباعه، غني بروحه، شايفك الساحر، مفيش مشكله عندك ملهاش حل، مفيش حاجه اسمها عندك نهايه، دايما تقع وتقوم تاني، فشايفك الساحر. خلينا نقول اكتر حاجه ان فيك اكتر الفاليوز او العناصر اللي ممكن تبقى موجوده في بني ادم، الاربع عناصر. الشهر ده شايف العلاقه منتهى الجمال، Palace of Cups، يعني بصوا عايمين في الحب، عايمين في المشاعر، وحاجة في منتهى الجمال في الدنيا، ما شاء الله يا برج العقرب. الشهر اللي بعده شهر 7 شايفة عندك 7 of Wands، ممكن يكون في ايه يعني مشدة، ممكن دي تكون مشدة بسيطة، في عصايه كده مرفوعه، اللي هو ايه ده اللي بيحصل ده. في ممكن يحصل زي ما قلت مشدد في شهر 7. شهر 8 الامور بترجع زي ما كانت، فيها رخاء وفيها استقرار وفيها غنى، العلاقه غنيه جدا. خلينا نقول شهر 7 يمكن ما يبقاش قوي عند برج العقرب، ممكن يكون في زي ما قلنا مشدده كده، لكن هتروح لحلها ان شاء الله. الطاقه ما بين العقرب والشريك، ودي نسيت اقولها، Queen of Wands، العلاقة قوية متينة، علاقة متينة، علاقة ليها أساس، ودي أهم حاجة، العلاقات اللي ليها أساس. ممكن يكون ليها أساس ذكريات كتير بقالها فترة العلاقة، الاتنين دول الكابل ده مختارين بعض بشكل في منطق، في توافق في التفكير، وتوافق في الـ يعني في الروح كمان، ارواحكم شبه بعض، شخصياتكم شبه بعض،
توافق اجتماعي طبعا، فالعلاقه اساسها متين. القراءه العاطفيه ممتازه. برج العقرب، تعالوا نشوف كروت ال سلم، نشوف المنفصلين من برج العقرب في رجوع ولا لا. للأسف مش شايف رجوع الفترة دي، ويمكن يكون العقرب ابتدى ان هو يعني خلاص فكره يبعد عن العلاقة، ابتدى يشوف لا انا عايز حاجة تانية. تمام، انا اسفة، يعني شايف ان هو في عملية moving on، يعني خلاص هو تعدى. معلش يا انجي، معلش انا اسفة حقك عليا. ان هو بيحاول ان هو يعدي خلاص العلاقه دي ويعدي منها، والله اعلم طبعا، بس مش شايفه رجوع الشهر ده. كروت الملائكه هتمسح العقرب بايه؟ اوكي، spiritual understanding. I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. خلينا ترجمة الكارت ده او الحاجة اللي انا وصلها، العقرب برضو من الابراج اللي الحاسة السادسة عندها ايه، عالية حبتين. تمام، فالملائكة بتقول ان في معلومات، تمام، عمالة تبعت لك لبرج العقرب دلوقتي، ركز فيها كويس جدا. والرموز، الرموز اللي تشوفها ما تتجاهلهاش، الرموز دي هتساعدك، تمام، انك تفهم حقيقتك الروحانيه. خلينا نقول العرب بيبتدي يركز في روحانياته وفي ذاته دلوقتي. خلينا نقول ايه، رحله في استكشاف الذات. تمام، في رموز بتتبعت لك الفتره دي هتساعدك في فهم نفسك اكتر. خلينا نقول الابراج برضو المائيه اللي هي مودها طالع نازل دي، ساعات بتجي لي انا ساعات مش عارفين مين، طب انا انهي فيهم، انا يعني بيبقى فيه شويه ان هو مش فاهم نفسه. فخلينا نقول ان في دلوقتي رموز وعلامات هتبعت لك الفتره دي هتساعدك تفهم نفسك اكتر. انا مين فيهم؟ انا اللي بيقول كلام قاسي قوي ده وبيجرح فعلا الانسان اللي قدامه، ولا انا طيب وجميل وامير وحنين؟ فاهمين الحته اللي انا اقصدها؟